آثار السنوات الطوال تبدو جلية على سوق العلاوي، أقدم أسواق مدينة كربلاء، أكثر من 150 عاماً عمر هذا السوق. جاءت تسمية العلاوي من جمع علوة، والعلوة هي المكان الكبير الذي تتاجر فيه الحبوب والمنتجات الفلاحية الأخرى، حيث كان سوق العلاوي مركزاً مهماً لتجار المدينة والمناطق المجاورة. كل يعرف قديماً هنا يصير تبادل السلع وبيع السلع بالنسبة للناس اللي تجي من البادية وتجيب الصوف وتجيب الملح الخشن وتجيب كل مستلزمات الثروة، خلينا نقول الحيوانية اللي ينزلوها من وارد، وهم أيضا يسوقون منها تمن، شكار، شاي، فمحلات جدا كبيرة، فكان يجون هم والجمال مالتهم يقعدون بنص السوق قدام كل علوة كل من ومعميلة ويبدون أما يبيع أو يتقايض بالنسبة للمواد اللي جايبيها. وعلى الرغم من اجتياح المهن الحديثة لأغلب محلات السوق، إلا أن أصحاب المهن القديمة يقاتلون من أجل الحفاظ على تراثهم، ومن أبرز هذه المهن التراثية هي العطارة والخياطة وصناعة العقال العربي الأصيل. هذا عقال تزقام درجة أولى، هذا شغلنا زين. أكو مثل المكاين هيك شغل، هذا شغل المكاين، عرفي؟ هذا ماكينة مو ذاك الإقبال يعني عليه، مثل الحرفة اليدوية، ويصير هذا اليدوي يصير يعني أغلى ثمن كل محافظة. هسه مثل هذا العقال، هذا أكثر شيء لبسوه للبصرة زين. أدنى هذا إحنا الفراتي هيك شكل، هذا يلبسوه هن الفراتي. سكان المدينة يطالبون الحكومة بإصدار قوانين أو تعليمات للمحافظة على هوية السوق التراثية والحفاظ على بعض المهن القديمة التي يعتبرها العراقيون تراثاً عريقاً يذكرهم بآبائهم وأجدادهم. عيسى كاظم، قناة الفلوجة، كربلاء.